بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده ان شاء الله هنكمل بقيه الادفانسد ماشينينج ميثود. الطريقه رقم 4 هي الالتراسونيك ماشينينج يو اس ام. الفكره بتاعه الالتراسونيك احنا بنستخدم موجات فوق صوتيه. ميزه الموجات فوق الصوتيه ان بيبقى الفريكوانسي بتاعها عالي، فبنلاقيها انها بتعمل تذبذب جامد جدا. ففي حالة بقى إن إحنا بدأنا نحط معاها الروسيف أو أبريسيف بارتيكلز، هنلاقي إن عملية الكاتينج أو عملية المشينينج بدأت تحصل أسرع. يبقى في البروسيس دي إحنا بنستخدم ألتراسونيك، والماتيريال بيتم عملية المشينينج ليها عن طريق مايكرو تشيبينج أو إيروجن ويز أبريسيف بارتيكلز، والأبريسيف بارتيكلز ديت بيتم ضخها أمام التول اللي المفروض انها متوصله بالتراسونيك ماشين. فالبروسيس التول بتاعتنا تبقى معموله من سوفت ماتيريال، وبيتم عمل اوسيليشن او اهتزاز ليها عن طريق الذبذبات الالتراسونيك الموجات اللي فوق الصوتيه، بيصل الى الفريكوانسي الى 20 كيلو هرتز، والامبليتيود بتبقى منخفضه، بتبقى في حدود 25 مايكرومتر. طبعا التول بيبقى احنا قلنا بتبقى سوفت، فممكن يحصل لها تآكل سريع، ولكن بيبقى في جاب ما بين التول وما بين الورك بيس عشان خاطر الابريزف جريتس تبدأ ان هي تخترق او تعمل اروجن في السطح بتاع الورك بيس. المفروض يعني ان التول بتاعتنا بيتم التحكم في الحركة بتاعتها عن طريق بروجرامينج. شوف ده كده شكل التول بتاعتنا، موجودة متوصلة بترانسديوسر، والترانسديوسر ده هو اللي بيقوم بتوليد الالتراسونيك ويفز. بعد هنا بيبقى موجود عندي ابريسيف سلاري، بمجرد ما التول بتتحرك بيبقى في عندنا جاب ما بينها وما بين ورك بيس، فتبدأ عملية الكاتنج أو الماتيريال اللي مجبر إن هي تتنفس يعني. The smaller the grid size, the lesser the momentum it receives from the tool. وبالتالي الحجم دايما بتاع الجريتس بتاعتنا بيبقى مهم في ان هو يتحكم في سرعه الحركه بتاعته، في الجاب ما بينه وما بين التول، الجاب اللي موجوده ما بين التول وما بين الورك بيس. مميزات الالتراسونيك ان يعني بغض النظر بقى عن الماتريال دي ليها الكتريكال كوندكتيفيتي ولا لا، فبنقدر نعمل ماشينينج للورك بيس. لو في عندنا ماتريال بريتل ممكن احنا نقدر نعمل لها ماشينينج بالالتراسونيك. دونت بروديوس الكتريك ثيرمال اور كيميكال ديفيكتس ات ذا سيرفيس، مفيش عندنا اي تفاعل كيميائي او اي تاثير للحراره او اي تاثير للكهرباء على السطح. وقلنا فوق ان احنا بنقدر نشتغل على الهارد ماتيريال، خاصه لو هي بريتل ماتيريال، فبنقدر ان احنا نستخدم الالتراسونيك معاها. بالنسبه للديس ادفانتج ان الرو ماتيريال ريموفال ريت، ما بنقدرش نشيل اجزاء كبيره من الورك بيس، بنشيل سمول لاير باي لاير. التول نفسها بيحصل لها وير سريع، وبالتالي بنضطر ان احنا نستبدلها. والماشينينج اريا اند ديبس ار كوايت ريستريكتد، يعني ما بيبقاش في عندي حريه ان انا اقطع بكميات كبيره من المعدن، فبستخدمها للاجزاء الدقيقه. الابريسيف اللي انا بستخدمها ممكن تبقى EL2O3 او سيليكون كاربايد، لومين سسبنشن، بورون كاربايد، بيتم خلطها مع 30 الى 60% باي فوليوم مع الماء مع الووتر. فده في الغالب يعني المفروض الابريزيف ماتيريال فايدتها ان هي بتبقى هارد سرعتها عاليه جدا، بحيث ان هي تقدر تعمل ريموفينج لاجزاء من السطح الورك بيس. طبعا الميزه في عمليه الابريزيف اللي احنا بنستخدمها ديت في جود سيرفيس فينش، فالسطح بتاعنا بعد عمليه
الالتراسونيك ماشينينج بيبقى مش محتاج اي فينيشينج تاني. في عندنا طريقة البلازما ارك ماشينينج. الفكرة بتاعت البلازما هي قريبة من فكرة الليزر، ان في عندنا شعاع بيسقط على سطح الورك بيس وبيبدأ يعمل ميلتينج او ممكن يعمل ايفابوريزيشن للماتيريال اللي احنا عايزين نعمل لها ماشينينج. فالفكرة بتاعت البلازما جت منين؟ ان احنا بيبقى في عندنا الجاز، الجاز ده ممكن يكون هواء عادي خالص، بيتم تسخينه درجات حرارة مرتفعة ممكن تصل لعشرين ألف سيليزيوس. في حالة الدرجات حرارة مرتفعة الموليكيولز بتاعة الجاز تبدأ هي يحصل لها ديسوشيشن، تنفصل، تبدأ تتكون سيبريت أتومز. بعد كده الالكترونز اوف ذا جاز اتوم ويل بي ديسبليسد وهيتبقى لنا ايونايزد اتومز. فالايونايزد جاز هو ده اللي احنا بنسميه البلازما. يبقى البلازما از اوبتيند باي فورسينج جاز ثرو ان الكتريك ار. احنا لازم يبقى في عندنا باور سبلاي، في عندنا كاثود وانود بيتم عمل الارك ما بينهم، وبالتالي الكهرباء دي بتبدأ تعمل ترفع درجة حرارة الجاز وبيبدأ يحصل عندنا ايونايزنج للجاز، والايونايزد اتومز هو ده البلازما اللي احنا بنقدر نستخدمه. فنتيجة توليد الارك يبقى الهاي تمبريتشر بلازما جيت ميلت ذا ميتال اند ريموف ماتيريال فروم ذا ورك بيس. ذا بلازما ارك ماشين ممكن نستخدمها في حالة كاتنج الستيل والالومنيوم والكاست ايرون كوبر نيكل. يعني عندنا مجموعة كبيرة بيتم قطعها بالبلازما ارك ماشين. هيت فور ماشين بريديوسد باي هاي تمبريتشر بلازما اند اولسو ديو تو دايركت الكترو كومبارتمنت اللي هي صاعق كهربي. ماتيريال ريموفال ريت ممكن نزوده عن طريق ان احنا بنزود الجاز فلو ريت، كمية الجاز اللي بيبدأ يتم ضخها في النوزل اللي بيخرج منها الايونايزد جاز. كل ما هنزود نسبة دخول الجاز فكل ما هنسرع عملية الماتيريال ريموفينج ريت. الكومبوننت بتاعتنا محتاجين بلازما جام، محتاجين باور سبلاي، لازم كولينج ميكانيزم عشان الجام بتاعتنا ما يحصلهاش ميلتنج، الا جانب بقى الورك بيس ان احنا نبدا نقطع فيه. المميزات بتاعت البلازما ارك ويتنج برضه بنستخدمها في حاله الهارد والبريتل ماتيريالز. نتيجة زيادة ان هنقدر نزود الجاس فلو ريت وبالتالي فالفاستر برودكشن ريت كان بي اتشيفد، فممكن احنا نزيل بيها اجزاء كبيرة من المعدن بعكس الالتراسونيك. ممكن انا اعمل بيها سمول كافيتيز with good dimensional accuracy. في حالة قلنا الهارد ماتيريال بنقدر ان احنا نستخدم. الديس ادفانتج بتاعت البلازما ارك ماشينينج الاكويبمنت فيري اكسبنسيف، بيبقى محتاجين كوست كبيره في بدايه المشروع مثلا او بدايه انشاء الشركه عشان خاطر نوفر الاكويبمنت بتاعت البلازما ارك ماشينينج. الورك بيس نفسها نتيجه الحراره العاليه جدا فده بيؤدي الى تغيير الاستراكشر، يبقى المايكرو ستراكشر او الميتالوجيكال بروبرتيز بتتغير في الأماكن اللي بيتم قطعها نتيجة درجة الحرارة المرتفعة. ممكن يحصل أوكسيديشن للسيرفس، السيرفس ممكن يتأكسد وبالتالي أحيانا بنضطر إن إحنا نستخدم شيلدنج عشان خاطر نحمي السطح من الأكسدة. من العمليات برضو العمليات الماشينينج الأدفانسد هي عملية الفريكشن دريلينج. الفريكشن دريلينج الفكرة بتاعتنا إن إحنا لما بنيجي نعمل هول في شيت ميتال، في الطبيعي ان عمليه الماشينينج بنلاقي فيه تشيب بيبدا يخرج من المعدن، لا احنا في الحاله دي بنستخدم سبيشال تول بحيث ان المعدن لما هيجي يحصل له عمليه دريلينج بنحتفظ بالاجزاء اللي بيتم حفرها، يعني الهول بتاعتنا اللي اتكونت في ماتيريال هتخرج منها بنحتفظ بالماتيريال ديت بحيث ان هي تبقى محيطه
بشيت ميتال، وبالتالي انا هستفاد ايه بالعمليه ديت؟ ان انا زودت الثيكنس بتاعه الشيت ميتال في اماكن معينه. بعد كده ممكن انا ابدا اعمل ثريدنج للهول اللي اتكونت، ممكن ابدا اربطها بمسامير مع اجزاء تانيه. فديت طريقه كويسه، بدل ما احنا بنستخدم طرق الويلدنج العاديه لربط الشيت ميتال، فاحنا ممكن نستخدم temporary joining عن طريق بولتس مسامير لربط الشيت ميتال ببعض. يبقى الفريكشن دريلينج ده ثيرمال دريلينج، ذا نون تراديشنال هول ميكنج ميثود، بنستخدمها في مانيفاكتشرنج اوف ثين شيت ميتالز. المفروض الهول بيبقى ليها اكسترا هايت اكتر من البيز ميتال بدون ما احنا بنكون شيبس. الطول اللي احنا بنستخدمها بيبقى ليها طبعا جيومتري مختلفه، مش بنستخدم بنطة عادية زي اللي بيتم استخدامها في عمليات الدريلينج. طبعا دلوقتي في حالة لما احنا زودنا السمك بتاع الهول اللي عندنا للشيت ميتال، فاحنا ممكن نبدأ نعمل له فيردرنج فيما بعد، احنا نبدأ نعمل له عملية ثريدنج وبيتم ربطه عن طريق المسامير. ديت الميزة بتاعت فريكشن دريلينج. الستبس بتاعتي، اول حاجه ان السبيشال تول بتعمل كونتاكت مع الشيت ميتال، بعد كده بيبدا يحصل بينيتريشن للتول للسطح، وبالتالي بيبدا يتولد عندنا حراره. الحراره دي بتبدا تعمل سوفنينج للشيت ميتال، بعد كده بيبدا التول تتحرك للاسفل، وبالتالي بنبدا ان احنا نكون الهول من غير ما نفقد اي تشيب. وبالتالي فهنلاقي ان في عندنا اكسترودد ماتيريال بتبدا تتكون حوالين التول، وبعد كده بيتم ازاله التول، نعمل اكستراكشن وبيتكون عندنا هول وذ بوشنج. شكل الفريكشن دريلينج تول بيبقى في عندنا ده التب، بتبقى ليها زاويه الفا، والزاويه ديت تتراوح مثلا من 30 الى 45 او 50 على حسب، بيبقى في عندنا ديزاين كتير مختلفه نقدر نصمم بيها الالفا والبيتا. في عندنا الشولدر، هو ده اللي بيبدا يمنع الماتيريال ان هي تطلع لفوق وبيوجهها للاسفل عشان نكون البوش. الفريكشن دريلنج ابلكيشن هنستخدمها في ايه؟ هنلاقي موجود في المارين اندستري وفي الايروسبيس بارتس وسام ميليتري اندستري. يعني على سبيل المثال عندنا سبيكة 70-75 ألومنيوم ألوي، دي مشكلتها إن هي ليها poor weld ability، وبالتالي فعملية الفريكشن دريلينج هي أفضل طريقة لربط الشيت ميتال بتاعة المصنوعة من 70-75 ألومنيوم ألوي. هنتكلم بقى عن الجزء الثاني عندنا اللي هو عمليات الأديتيف مانيفاكتشرنج. بس قبل ما نتكلم عن أديتيف مانيفاكتشرنج، فإحنا محتاجين نفتكر الماتيريال كلاسيفيكيشن، ان احنا في عندنا الماتيريال بنقسم الى ميتال ونون ميتال. الميتال بيبقى فيه فيروس يعني فيها اير، وفي عندنا نون فيروس زي الالومنيوم والزنك والكبر. الفيروس ميتال ممكن تنقسم الى ستيل وكاست اير، الفرق منهم ان نسبه الكربون في الستيل بتبقى اقل من 2.1، انما في حاله الكاست اير بتتراوح من 2.1 الى 4.3 وبعض الاحيان تصل الى 6.7 as a maximum value. النون ميتال في عندنا بقى سينثيتك ماتيريال وفي عندنا ناتشرال ماتيريال. السينثيتك زي السيرموسيرت والسيرموبلاستيك، والناتشرال ماتيريال زي الوود والرابر. في عندنا الكومبوزيت، دي بقى عباره عن ميكشر ما بين الميتال والبوليمر، او البوليمر والسيراميكس، او السيراميكس والميتال. السيراميكس بصفه عامه هي عباره عن ميتاليك او سيمي ميتاليك اليمنت، بتتكون من الومينا في Al2O3، ودي بتبقى كريستالاين، وفي عندنا بيبقى نون كريستالاين سيراميكس اللي هي الاس اي او 2 اللي هي السيليكات اكسيد السيليكا. البوليمرز في عندنا ثيرموسيت وثيرمو بلاستيك. الميزه في الثيرمو بلاستيك ان هي ممكن نعمل لها عمليه ميلتنج،
يعني زي ازايز الميه اللي هي البلاستيك، لو جينا نعرضها للتمبريتشر او الهيتنج فبيبدا يحصل لها ميلتنج، بعكس الثيرموفات بوليمر زي مثلا الريزنز او الايبوكسي او الامير. حد فيكم بيستخدم امير مثلا للزق قطع مكسوره ولا حاجه؟ الامير ده مشكلته ان هو بعد ما بيحصل له عمليه سوليدفيكيشن، لو جينا ان احنا نعمله نعرضه للحراره بيحصل له بيرنينج، ما بيحصلوش. النوع الثالث من البوليمر هو الالاستومر، ده بيبقى زي الاستيك، بيبقى الميزه ان هو بيدينا الونجيشن كبيره لما بنعرضه لفورس. الاستراكشر بتاعت البوليمرز ده كده بنسميه لينير استراكشر، رقم بي ده بنسميه برانشيت استراكشر، ده في حاله الثيرموبلاستيك. رقم سي ده لوزلي كروس لينكد استراكشر، ده الاستراكشر بتاع الاستومر. ورقم دي ده التايت كروس لينكد استراكشر زي السيرموسيت. احنا قلنا السيرموسيت مشكلته ان هو لما يجي يتعرض لهيتنج بيحصل له بيرننج، عكس السيرمو بلاستيك لو تعرض لهيتنج بيحصل له ميلتنج. الثيرمو بلاستيك برودكت زي الباكجينج ماتيريالز زي ما قلنا كده في الازايز بتاعت الميه. الثيرمو سيت برودكت زي الادهيزيفز وزي البرنتد سيركت بورد، البوردات اللي هي المذر بورد بتاعت الفايل او الكمبيوتر. احنا قلنا بقى الكومبوزيت ده ميكشر ما بين تو ديفرنت ماتيريالز، ممكن بوليمر مع سيراميكس، ممكن بوليمر مع ميتال، ممكن ميتال مع سيراميك. فبيبقى في عندنا تو فيزز، واحده بنسميها ماتريكس والثانيه بنسميها رينفورسمنت. الماتريكس دي بتبقى اللي هي الماده الكتيره عندنا، بيتم تقويه الماتريكس ديت ب secondary phase اللي هي بنسميها reinforcement، ممكن تبقى في شكل particles حبيبات او ممكن تبقى في شكل fiber اللي هي شعيرات. احنا قلنا بقى ان الكومبوزيت ممكن يبقى metal matrix composite، يعني الميتال هو الشائع، ممكن يبقى سيراميك matrix، ممكن يبقى بوليمر matrix، في حين ان ممكن ان احنا بقى نحط له secondary phase اللي احنا قلنا بنسميها reinforcement، ممكن تبقى فايبر او ممكن تبقى بارتكلز. يعني مثال على السيراميك ماتريكس كومبوزيت، لو جينا نبص على الخرسانه المسلحه هنلاقي ان الاسمنت بيبقى هو ده الماتريكس، وبيتم تقويه الاسمنت دوت بستيل، سياخ من الحديد، طبعا السياخ بتبقى في شكل فايبر. يبقى ده مثال على الكومبوزيت. ممكن الكومبوزيت تبقى في شكل لامينرز، في شكل شرايح، ممكن ده الكونفنشنال كومبوزيت ستراكشر، ممكن يبقى عباره عن ساندوتش ستراكشر وفي السنتر هنا كده في عندنا خوم، او ممكن يبقى في عندنا في السنتر هاني كوم لاير. ده كل ديت اللي هي اللامينر كومبوزيت ستراكشر. امثله على الكومبوزيت زي على سبيل المثال الاوتوموتيف تايرز، هنلاقي ان التايرز بتاعت العربيه بتتكون من رابر، والرابر ده بيبقى ناتشرال موجود في شجر وبيتم تقويته عن طريق سلك. هنلاقي كده ان التاير بتاع العربيه في الرابر ده اللي احنا بقى شايفينه، في السنتر بيبقى فيه اسلاك لتقويه الكومبوزيت اللي عندنا. نكمل بقى كلامنا على الادفانسد مانيفاكتشرنج تكنيكس. الجروب الثاني عندنا هو الاديتيف مانيفاكتشرنج، واحنا الاول اتكلمنا على انواع الماتيريال، بحيث ان احنا نيجي نتكلم على الاديتيف مانيفاكتشرنج. يا ترى الرو ماتيريال هستخدمها عامله ازاي؟ عباره عن ميتال ولا بوليمر ولا سيراميك؟ يا ترى هستخدمها في شكل ليكويد ستيت ولا في سوليد ستيت؟ سوليد ستيت ده ممكن تبقى لاير شيت ولا ممكن تبقى باودر. فالاديتيف مانيفاكتشرنج هو ان احنا بنستخدم فيه 3D برينتر. طبعا الطريقه ديت هي طريقه حديثه، بنقول ان كلمه رابد بروتوتايبنج او اديتيف مانيفاكتشرنج، كلمه رابد مقصود بيها ان انا بحصل على بروتوتايب بطريقه سريعه، بس طبعا كلمه رابد هي كلمه ريلاتيف، يعني مش معنى ان انا مثلا هاجي لو عايز اطبع مثلا ورقه ولا حاجه فخلاص هدوس على البرينتر وهعمل برينتنج وهشوف الورق اللي اتطبع عندي ممكن يتقطع في بعض ثواني.
انما في حاله لو انا عايز اطلع بروتوتايب بقى في 3 دايمنشن، فكلمه رابيد دي ممكن تبقى ان البروتوتايب يطلع في نص ساعه، ممكن يطلع في يوم، في يومين، في 3 ايام، بس في النهايه برضه هو ده يعتبر رابيد ميثود، لان الطرق التقليديه لازم يكون في عندي ماشين عشان اقدر اعمل ماشين، لازم يبقى في عندي مسبك عشان اقدر اعمل كاستنج عشان اطلع برودكت. فكل دوت لو انا بطلع مثلا برودكت في يوم او يومين او 3 ايام، لا احنا في الطرق التقليديه ممكن نقعد بعض الاسابيع او الشهور عشان اقدر اطلع برودكت، عشان كده بنسمي الطريقه دي رابيد بروتوتايب. يبقى احنا قلنا كلمه رابيد هي كلمه ريلاتيف، مش مقصود ان انا بطلع بيها في جاست ان تايم اللي هو في خلال ثواني بكون طلعت البروتوتايب، لا احنا بنحتاج بعض الوقت، بس في النهاية الوقت اللي احنا بنستهلكه دوت ده بيبقى أسرع من الأسابيع أو الشهور اللي احنا بنقضيها عشان نستخدم الـ traditional method of manufacturing. طب أنا هستفاد إيه لما أجي أطلع البروتوتايب بسرعة؟ يعني إن أنا أستخدمه عشان أطلع البروتوتايب في خلال أيام وفي خلال ساعات، فطبعا ده بيدينا quick fabrication of geometric shape، بقدر إن أنا أشوف البروتوتايب بشكل اسرع. ممكن استخدم ديفرنت ماتيريال، بدل ما البروتوتايب مثلا عباره عن ترس، الترس ده هيبقى شكله مصنوع من الستيل، احنا ممكن نصنعه من البوليمر بحيث ان انا اشوف شكله في ال 3 دايمنشن بعد البرينتنج. ممكن ان احنا نستخدمه نعمل له ابلكيشن نشوف كده هيبدا يتحرك على الديزاين اللي احنا صممناه ولا لا، لو في مشكله ابدا ان انا ارجع اعدل تاني في التصميم، وبعد كده بنبدا نعمل بقى عمليه البرودكشن العاديه. بنستخدم different process زي ما قلنا كده، مثلا التروس لما بتيجي تتصنع ممكن تتصنع عن طريق عمليات الميلينج، لا احنا ممكن نصنعها عن طريق rapid prototyping الاول نشوفها في التطبيق في الابلكيشن. لو البروتوتايب ده تمام يبقى خلاص نبدا ننفذ منه mass production. اليوز اوف بروتوتايب بيديني طبعا aesthetic visualization، ببدا اشوف اتخيل الشكل بعد، بدل ما هو مرسوم على 3 دايمنشن على الكمبيوتر مثلا، لا انا ببدا اشوفه برنتد قدامي. بنشوف الشكل ده نقدر نعمله تيست او فيتنج في المنظومه اللي هو هيركب فيها. لو مثلا عندي عمليات كاستنج فببدا برضو اشوف الباترن بتاعي، ممكن ان انا اعمله ديزاين عن طريق 3 دي برينتر. الستبس بتاعتنا عندنا 5 طرق رئيسيه. اول حاجه لازم ارسم البارت بتاعنا على برنامج كاد. الكاد ده ممكن يبقى برو انجينير، ممكن يبقى سوليد وورك، ممكن يبقى برنامج انفنتور، اي برنامج 3 دايمنشن. بعد كده لما باجي اسيف البارت ببدا اسيفه على امتداد اكستنشن اس تي ال اللي هو اختصار ستيريوليثوجرافي. الميزه بتاعت الستيريوليثوجرافي ان احنا بنبدا الشكل ال 3 دايمنشن بنبدا نحوله لليرز، بحيث ان اللايرز دي بنبدا نبعتها للماشين اللي هي هتبدا تعمل كونستراكشن لل 3 دي بارت اللي هي ال 3 دي برينتر، بحيث ان هي بتبدا تعمل كونستراكت لاير باي لاير، طبقه بعدها طبقه وهكذا. خلاص بعد ما خلصنا بنعمل كليننج للموديل اللي احنا طلعناه. ممكن يعني نفصله نقول 8 خطوات: الكاد بروسيسنج، بعد كده اس تي ال كونفرشن، بعد كده ببدا ان انا اخد الفايل واعمل له اوصله بالماشين، بعد كده بنعمل سيت اب للماشين، بعد كده يبدا عمليه البيلدنج للبروتوتايب، بنعمل ريموفنج للبروتوتايب، لو في اي عمليات ماشيننج او تقطيع او فينيشنج محتاج ان انا اعملها بروتوتايب بنسميها البوست بروسيس. رقم 8 هي الابلكيشن بقى، ان احنا بنطبق بنشوف البروتوتايب دوت في التطبيق. بس احنا لما نيجي نتكلم ده هنقول ان في عندنا 5 ستيبس، يبقى هي ديت البيزك 5 ستيب بروسيس او ستيبس فور رابيد بروتوتايب. يبقى الكاد قلنا ممكن ان انا استخدم برنامج برو انجينير او سوليد وورك، اي برنامج 3 دايمنشن. بعد كده ببدا احول الرسمه 3 دايمنشن اللي عندي ديت بحولها لـ STL فورمات، وده ميزته انه بيبدا يحول الرسمه 3 دايمنشن الى لاير في 2 دايمنشن، بحيث ان البرينتر بتاخد الاوامر ان هي تبدا تعمل لاير باي لاير لغايه ما يتم الحصول على الشكل 3 دايمنشن. طبعا لما بنيجي نبص على الاس تي ال فورمات هنلاقيه على سبيل المثال دايما بيدينا تريانجلز مثلثات، ولما بيجي يتحرك يعني مثلا ده كده الحركه بتاعت اس تي ال فورمات،
ما بنجيش نلاقي مثلا مثلث دخل في نص الرسمه، لا لازم دايما الماشين وهي شغاله تشتغل في الكاونتر كلوك وايز دايركشن. فنيجي نبص مثلا لو عايزين نعمل الشكل اي بي سي ممكن نتحرك من البوينت اي ل بي ل سي او من بي ل سي ل اي، بس مش هينفع ان احنا نتحرك من بي ل اي ل سي. فهي ديت الميزه بتاعت اس تي ال فورمات. طيب بدأنا نعمل دلوقتي كده سلايسنج لل 3 دايمنشن بارت الى لايرز. اللاير دي بيبقى ليها سمك، السمك ده بيتراوح من 1 من 100 مللي الى 7 من 10 مللي متر ثيكنس. ده بيعتمد على ايه؟ بيعتمد على التكنيك اللي احنا بنستخدمها. احنا كان عندنا 7 طرق رئيسيه بنستخدمها للحصول على البرودكت عن طريق ال 3 دي برينتر. اللاير باي لاير كونستراكشن، ان خلاص بدأنا دلوقتي الماشين لما تيجي تشتغل بتبدأ تعمل لاير، ممكن تعملها عن طريق بوليمر، ممكن عن طريق بيبرز اوراق، ممكن يبقى في عندنا ميتال في شكل باودر او في شكل شيت. الماشينز بتاعتنا ما بتحتاجش تدخل بشري لان هي بتبقى شغاله فولي اوتومايزد. احيانا يعني لو في مشكله ولا حاجه ممكن احنا نفصل الماشين ونبدا نشوف ايه هي المشكله، انما الطبيعي ان الماشين بتشتغل كل الخطوات ورا بعض. خلاص بعد ما عملنا المنتج بتاعنا ممكن ان احنا لو محتاج نعمل له صنفره ساندينج او محتاج مثلا بينتينج، محتاج اي سيرفس فينش، نبدا خلاص نحصل على البروتوتايب في النهايه. يبقى تاني ده كده مثال عايزين نحصل على الشكل دوت، فبنبدا نروح على برنامج كاد ونرسمه. بعد كده الكاد لما يجي نسيبه بيسيبه في شكل اس تي ال فورمات، بحيث ان هو لما يجي تعمل له برينتنج بيبدا الماشين تعمل برينت لاير باي لاير. بعد كده بعد ما الماشين خلصت بنقدر نشوف لو هنحتاج ان احنا نعمل له فينيشنج. طب الفينيشنج هعمله ازاي؟ يعني نيجي نبص على الشكل هنا كده بعد ما تعمل له برينتنج، هو بيتعمل له برينتنج على بلاتفورم على بليت، انا محتاج ان انا اعمل له تريننج للشكل اللي طالع دوت، لو في اي اجزاء عايز تعمل لها ساندنج ممكن هنصنفرها، عايزين نلون الشكل اللي بدأنا نلونه. يبقى كده الشكل اللي هو البروتوتايب بتاعي جاهز ان احنا نديه للشركه او العميل اللي محتاجه. الفاريشنز فروم وان اديتيف مانيفاكشرنج ماشين تو انذر، احنا في عندنا 7 طرق. اهم حاجه عندنا هي دايما هي اللاير ثيكنس، اقل حاجه او المتوسط 0.1. في حاله الفيوز ديبوزيشن موديلنج هنلاقي ان الثيكنس ساعتها بتبقى اكبر شويه 0.254. في حاله لو احنا شغالين بستيريوليثوغرافي الثيكنس ساعتها من 0.05 ل 0.1 مليمتر. فالريزون دايما لما بنيجي ان احنا نشوف السبب احنا محتاجين نشتغل على ثيكنس عامله ازاي، اللاير بتاعتنا محتاجها ان يكون الشكل، لان انا كل ما هكبر الثيكنس بتاعت اللاير كل ما الشكل هيبقى فيه الكيرفتشر فيه مش واضحه قوي. فكل ما انا محتاج الشكل باكيورسي عاليه فانا محتاج ان انا اقدم صوره اللاير، وبالتالي ابدا اشوف ايه الطريقه المناسبه للتصنيع. الرابد بروتوتايب تكنيك بتنقسم على اساس الرو ماتيريال اللي انا بستخدمها، يا ترى الرو ماتيريال في شكل ليكويد ولا في شكل سوليد ولا في شكل باودر. في الليكويد في عندنا استيريوليثوغرافي دروبلت ديبوزيشن مانيفاكشرنج، السوليد ميثود في عندنا الشيت لامينيشن، في فيوز ديبوزيشن موديلنج. حالة الباودر في عندنا سيلكتيف ليزر برينتنج و 3 دايمنشن برينتنج. طبعا احنا قلنا خلاص المميزات بتاعتنا ان احنا بنقدر نحصل على بروتوتايب بشكل سريع، مش محتاج بقى ان انا اودي الشكل بتاعي للورشه او ان انا اجيب ماشين او ان انا اعمل كاستنج، هي بس ماشين واحده بقدر ان انا اصنع بيها عدد كبير من البروتوتايبس. بس طبعا مع مراعاه ان الماتيريال تبقى يعني لو مش كل الماتيريال هقدر احصل عليها، في الغالب يفضل استخدام البوليمرز في تصنيع بروتوتايب. يعني كل ده بقى ايه هي الادفانتج بتاع الاديتيف مانيفاكشرنج، ان احنا بدل ما نستعمل كونفنشنال تكنيك فده كل ده بيوفر علينا وقت.
وبالتالي بقدر أنا أحصل على منتج بطريقة سريعة. طبعا بيعتبر الطريقة ديت environmental benefits، لأن إحنا مفيش عندنا emission بيحصل نتيجة إن إحنا بنستخدم one machine، مش محتاجين إن نستخدم طرق مختلفة. الماتيريالز احنا استخدمناها في الاديتيف مانيفاكتشرنج، قلنا لما كنت بقى في الشائع عندنا دايما بوليمرز. البوليمر بقى في منها بقى انواع كتيره، في فوتو بوليمر ريزن تعرض للضوء بتبدا ان هي يحصل لها سوليفيكيشن، في عندنا اكريليك، في عندنا الايبوكسي ريزن، في عندنا الواكس. الميتال ممكن ان انا استخدم بعض الميتالز زي مثلا المور اتشنج ستيل، زي الالومنيوم ELSI 10 MG، ممكن استخدم السيلفر، ممكن استخدم لو في شكل الباودر فبنستخدم في السيراميك زي البورسلين او السيليكون كربايد. يبقى ده في حاله لو انا الماشين بتاعتي شغاله الرو ماتيريال عباره عن باودر. اول طريقه هي الباد فوتو بوليمرايزيشن. الطريقه دي بتبقى الرو ماتيريال بتاعتنا في شكل ليكويد ستيت. الباد فوتو بوليمرايزيشن ليها اسامي كتير، ممكن تبقى اسمها ستيريوليثوغرافي SLA، ده الاختصار بتاعها، ديجيتال لايت بروسيسنج، سيلكتيف سبين سكان، فوتو كيور، كونتينوس لايت انترفيس بروسيس، ديجيتال لايت سينثيسيس. ستيريوليثوغرافي اللي هي طريقه الفوتو بوليمرايزيشن، ودي بنسميها طريقه احواض البلمره. بيبقى محتاج دايما عندي بلاتفورم اللي هي البليد اللي هيتكون عليها البروتوتايب، ومحتاج ليزر بيم عشان هو دوت اللي بيبدا يعمل عمليه الكيورنج للبوليمر اللي عندي. ده شكل الستيريوليثوغرافي هنلاقي هنا كده، ده على الشكل اللي على الشمال هنا، ده كده البلاتفورم اللي عندي بيبدا. البلاتفورم ديت موجوده في حوض مليان بوليمر في شكل ليكويد، والليزر بيم اللي فوق بيبدا ان هو يسقط على اللاير اللي موجوده فوق البلاتفورم، وبيبدا يعمل لها سوليديفيكيشن. بمجرد ما الضوء يسقط على الفوتو بوليمر اللي عندي فبيبدا يحصل له عمليه سوليديفيكيشن. بعد كده بعد ما الطبقه دي بتتكون بيبدا البلاتفورم يتحرك بمسافه مقدارها الثيكنس بتاعه اللاير اللي اتكونت، لغايه ما نبدا نحصل على الشكل في النهايه. الشكل اللي فات هنا هنلاقي ان البلاتفورم بيتحرك في الزد دايركشن، والليزر بيم عندنا او السورس بتاع الليزر بيتحرك في الاكس والواي بالشكل دوت. لا هنلاقي ان البلاتفورم بيتحرك في الاكس والواي والزد، بحيث ان الليزر بيم بيبقى هو الدايركشن بتاعه ثابت واللي بيتحرك معانا هو البلاتفورم. الستبس بتاعتنا ان البلاتفورم بتبدا اعمل لها ليورنج فروم ذا توب of the reason bed، الحوض بتاع الريزن اللي موجود عندنا. بعد ما كوننا سمك تي فبتبدا تتحرك مسافه دي. فالالترا فايلوت لايت ده بيعمل كيورنج للريزن وبيبدا يعمل عمليه سوليديفيكيشن. البلاتفورم بتبدا تتحرك كل ما نكون لير، كل ما البلاتفورم عندنا بتتحرك للاسفل بمقدار السمك الطبقه اللي اتكونت عندنا. بعد ما بنخلص بنبدا بقى ان احنا نصفي البوليمر اللي عندنا وبنستخرج الاوبشن. طيب دلوقتي الوقت اللي انا هحتاجه قد ايه؟ احنا قلنا دلوقتي هنا كده النوع البوليمر بتاعنا لازم يكون فوتو بوليمر، يعني بيتاثر بالضوء، بمجرد ما الضوء يسقط عليه بيبدا ان هو يحصل له عمليه سوليديفيكيشن، بيبقى في الغالب اكريليك. بيبقى الفوتو البوليمرايزيشن بتحصل لما الالترا فويت لايت produced by helium cadmium or argon ion laser is facing the base layer، يعني بعد ما السطح بتاع الفوتو بوليمر بيتعرض للالترا فايت لايت بيبدا يحصل له solidification. السكان سبيد بتاعت الليزر بتبقى من 500 الى 2500 مللي في الثانيه. التايم ريكوايرد تو بيلد ذا بارت بيعتمد على السمك بتاع اللاير اللي بيتكون عندنا. فلو جينا حسبنا الوقت بتاع 1 layer يساوي A over V
في الـ plasticer. الـ A اللي هي الـ area اللي احنا بنعملها solidification، الـ V الـ hell speed، و الـ E laser beam spot size هو الـ area اللي بيحصل لها solidification عن طريق الليزر. و TR ده اللي هو repositioning time، كل ما بخلص layer ببدأ إن أنا أنزل البلاتفورم. نقعد نحسب بقى كل layer خالفة قد إيه، ونعمل submission، يبقى إحنا كده نبدأ نحسب time لعملية البروتوتايبنج. ده شكل ستيريوليثوجرافي ماشين، وده كده شكل تمثال تم تصنيعه عن طريق أحواض البلمرة. دي بعض المواقع اللي بتعمل ماشين بتشتغل بالفوتو بوليمرايزيشن، وده برضه بعض البرودكت اللي تم تصنيعها عن طريق الفوتو بوليمرايزيشن. المميزات بتاعت الفوتو بوليمرايزيشن او الستيريوليثوجرافي ان بيبقى في عندنا هاي اكيورسي، الدايمنشن بتاعتنا بتبقى طالعه بكفاءه عاليه. البارس ليها سموث سيرفيس، مش محتاجه ان احنا نعمل لها فينيشنج. الماتيريال بتاعتنا بتبقى افيلابل، يعني الاكريليك ده متوفر، الريزن عندنا دايما موجود وسعره رخيص. الليميتيشن ان البارس بتاعتنا بتبقى بريتل، يعني ما اقدرش انا استخدمها في تطبيق في مثلا ستريسز عاليه، او في مثلا متعرض للبارت متعرض لامباكت، او ان في عندنا فاتيج ستريس، فناخد بالنا ان احنا بنصنع بريتل ماتيريال. الميكانيكال بروبرتيز بتاعتنا مع الوقت أو لما تتعرض للسان لايت نلاقي إن الشكل بتاعنا بدأ الفيجوال أبيرنس بتاعه بيقل. في عندنا الستراكشر بنثبت بيها البارت في البداية على البلاتفورم، وبالتالي محتاج إن احنا نعمل بوست بروسيسنج عشان نشيل أي فيجوال ماركس موجودة على البارت اللي تم إنتاجه عن طريق البارت فوتو بريمايزيشن.